هذا يتيم طلع للشر استرزق يصيد له سمكات عايش يتام. شيخ حكمة ويمشي يا حكمة انضرب ضربات جيش الطلقات وضربات بثلاث طلقات واحدة بي وثلاثة بالشر وترى أنا يقول لهم احنا ما ضربنا انكرم وهذا سوال عملية ما شغل مسكة بالشولة وهاي الرجلين مشلول وهذا مقطوح قدامكم يعني دحب علي هو هم بالحجر بتقاعد باء لا راتب عنده لا شيء صار له 4 سنوات يداوم بدون راتب غير يروح يطلع تعيش هاليتام ما يرضاها الله ترى ما يرضاها دحب علي فرقة العاشرة نهيتنا فدنه اللي يطلع للشط طايرين ورا اللي يمشي على السده طايرين ورا وين نروح؟ نهيج وين نهيج؟